السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف تخلطت في البلاطو شو هي. تعرف فوق وحيد ماذا يقول بسبب هذا النادي؟ أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك وتعالوا نسمع. الناس بأموال الخاصة بأموال الخاصة بأموال الخاصة دائما لأنه يتتغنى تتغنى يتتغنى بالمراكز التكوين بأموال الدولة بأموال الدولة ماحلوش الناس اليوم والكان لا ديبوندات انا نقول انا بور ما كان لا ديبوندات لو الناس تحس تخاف كاين إرادة سياسية كاين محاسبة الناس ما تبغيش تصرف ما تريسكيش تفتح دي زونكات تخاف يا رفيق رفيق نتايا نوادي تنتدي ب 12 14 لاعب باش تنتدي ب 12 لاعب لازم تخلي المكان اللاعبين اللي راح تستخدمهم يا اخي هكذا وي صح اللاعبين اللي راك اللي باش يعني باش يروحوا باش يخلوا لك المكان صراحة. اكيد تسرحهم اكيد راح يديروا لك اموال وي صح الاموال هذيك سما اللاعب تجيبه تخلصوا تعطي له اموال وباش يروح يزيدوا اموال رفيق عادي مش عندك ماشي عادي ماشي عادي انت نودك يعني مثال حي باسكو حنايا من المفروض حنا نتعلموا من هاد الناس هادو انت تروح للنوادي اي نادي ما تروحش بعيد تروح غير تونس برك تروح للترجي انت الترجي يجيب اللاعب يعني يستثمر هذا اللاعب هذا طوقاي جابوا بقيمة مالية دوك يحولوا بقيمة مالية أكثر هكذا هذا اللاعب استثمر فيه وحولوا ما طالوش دراهم باش يروح فهمتني يا رفيق المشكلة راهي هنا رفيق ويجوا يكذبوا على الناس يكذبوا على الناس رفيق يقول لك باللي حنايا جينا سرحناه بالتراضي كاش بالتراضي خويا كاش اسمع ما كاش تعلق بالتراضي خويا كاين تعطيني أموال نروح ما تكذبوش على الناس في اوروبا في اوروبا الشيخ هنا يعني صار خطر في شحال من مذنب غالي باش هو يروح ليبر شوفوا لو كات امبابي مازالو عام حرب كبيره بصو اموال كبيره شراو لازم يريكيبيريو شوف بحرز مثلا الاهلي السعودي يريكيبيريو دراهم باش يتاحهم في كان جاو دراهمهم يديروا هكذا ما يقدروش ما كاينش منها جوار يلحق جوار مثلا رانا اللي في الصيف كيما رانا دونك كاين دي جوار في اوروبا مازالهم ايراني يوم يبداو يديروا الضغط عليهم دونك يبداو يديروا الضغط باش يرونوفيو مي رونوفيوش من ديسمبر سي خلاص الميركاتو اللي يبداو نيغوسي اللي ما يلعبوش يبداو هي صارت حكايه كبيره لانهم ما يقبلوش جوار يروح لهم باطل حنا كاين اليبوك للان تصرا يتفاهموا مع جوار ويديو هما التونس على ليبوك ويدو دراهم مع النادي تحت الطابله وما يستفادش الكلوب الكلوب تاعك ما يستفادش